السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد على قناة إلكتروصوفيا. فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سنحاول من خلاله تركيب إي سي مكان إي سي آخر، طبعا بديل ليس مطابقا لا على مستوى الباكيج ولا على عدة خصائص ولا على ترتيب الأطراف وعديد الأشياء المختلفة بين الإي سيين. طبعا الحلقة تندرج ضمن دورات إي سي الباور، التعديلات، والاي سي الذي سنركبه هو اي سي 5M0380 موجود في الجدول، طبعا هذا هو الاسم الخاص بالاي سي. بالنسبة للاي سي الذي سنقوم بنزعه ومحاولة التركيب، يعني تركيب الاي سي الاخر مكانه، هو الاس دي، هو ايضا موجود على الجدول وهو اس دي 6832 كما تلاحظون. جيد، هذه هي البوردة، بوردة جديدة ليس بها أي عطل، فقط سنقوم بعمل التجربة وإزالة هذا الإي سي وتركيب الآخر للإشارة. فالأطراف الأكثر من الأطراف الأربعة الفعالة، طبعا هذا فقط أربع أطراف، الأطراف الأكثر من الأربع أطراف، يعني هنا لدينا أربعة هنا ثمانية. إذا لاحظنا هنا سنجد أن الدران، يعني الدران في طرف وطرف مفصول، بمعنى هذا فقط خمس أطراف فعالة. جيد، خمس أطراف فعالة، إذا كان خمس أطراف وهذا أربع أطراف فقط، فما مصير الطرف يعني الإضافي؟ بالنسبة للطرف الإضافي سنقوم بتركيب هذا الاي سي في المسارات يعني اللازمة، ونرى الطرف الإضافي هل له دور كبير في تشغيل الباور سبلاي أم لا. إذا كان له دور، فغالبا الباور سبلاي تتواصل مع اي سي الباور عبر يعني عبر خمس مسارات او ست مسارات حتى ثمانية مسارات. هذه المسارات كلها لها دور واحد، وهي انها تقنع المذبذب او الجهاز او القطعة او الدائرة الموجودة داخل الاي سي. توجد دائرة مسؤولة عن الموجة، تلك الدائرة، كل تلك المسارات التي تجد في الباور سبلاي هي مسؤولة عن يعني اعطاء فكرة لمولد الموجة الموجود داخل الاي سي عن الموجة التي تحتاجها البوردة في الجهة الثانية. يعني على سبيل المثال هنا نحتاج على سبيل المثال 5 فولت بأمبير معين، على سبيل المثال نحتاج 5 فولت بأمبير معين. هذه المسارات هنا، مسار الفيدباك ومسار السي اس والسي تي وكل هذه المسارات التي توجد هنا محيطة بإي سي باور، كلها تقنعه على أساس أننا نريد موجة تعطينا هنا 5 فولت بأمبير معين. جيد، إذا كنا نريد 5 فولت بأمبير ضعيف جدا، بأمبير ضعيف، فهذه المسارات المحيطة بإي سي باور هي الأخرى تقنعه على أساس أننا هنا نحتاج 5 فولت بأمبير ضعيف. يعني الفكرة في كل الأحوال أن تلك القطع يعني الموجودة قبل المحول والتي تتلخص غالبا في اي سي باور او بعض الاحيان اي سي وموسفيت، كل المسارات المحيطة بها هي فقط تقنعها بالجهد الذي يجب توفره هنا. حسنا جدا، اذا استطعت تركيب اي سي فقط باربع اطراف فعالة يعطيني تلك الجهود التي اريدها للعمل بها في الجهاز، على سبيل المثال جهاز ريسيفر او تلفاز او ايا كان. اذا استطعت تركيب اي سي فقط اربع اطراف في هذه النقطه واعطاني الجهود التي ابحث عنها هنا، فلا حاجه لي بالاطراف الاضافيه، لا حاجه لي بالاطراف الاضافيه. بعض الاحيان تجد بعض الاي سيات مرتبطه بدائره تحسس للسخونه، وفي حال كانت يعني الجهاز سخنت المين بورد الخاصه به فتصل هنا اشاره، وبالتالي يكون مسار خاص بإي سي الباور خاص مرتبط بدائرة تحسس الحرارة، وبالتالي يفصل. وهذه دوائر معقدة جدا وبعيدة عنا في هذه المرحلة، لذلك سنشرحها في أواخر الدورة. أما الآن فقط نحن بحاجة إلى أربع أطراف تعطينا جهدا على هذه النقط هنا. جيد، بالنسبة لإي سي اليوم هو إي سي 8 أطراف، لكن كما تلاحظون به طرف ملغي، بمعنى فقط سبع اطراف وثلاث اطراف مشتركه، اذا هو فقط اربع اطراف. ما الذي سنقوم به؟ سنقوم فقط بازاله هذا الاي سي، ازالته، وبعد ذلك سنقوم بربط الاي سي الذي لدينا هنا بالاربع مسارات الاساسيه في كل بورده، وبعد ذلك نرى هل الجهود
يعني اختلفت، يعني اختلفت عن الجهود التي نريد أم هي ثابتة؟ قبل كل هذا يجب أن نقوم بتجريب الباور سبلاي نفسها. لذلك سنقوم بربطها بالجهد الكهربائي. بسم الله على هذه الشكلة. إذا سنقوم بعمل تيست على جهد معين 5 فولت. لاحظ معي 5 فولت تعطينا 5.36 بهذه الشكلة، 5.36 جيد جدا. إذا سنقوم بنزع هذا الاي سي. طبعا البوردة تعمل بشكل جيد، لكن سنجعلها كمرجع لمن لديه بوردة مماثلة أو اي سي مماثل أو بديل وانفجر الاي سي وليس له بديل. يعني فقط سنأخذ من الفيديو طريقة تركيب المسارات الأساسية وتركيب بديل من هذه العائلة فقط، يعني ليس إصلاح، وإنما بالنسبة لي فقط هي تجربة، يعني تجربة لتفيد الغير الذي لديه اي سيات ربما متفحمة، ربما هذه الاي سيات قليلة لديك. إذا فقط تابع معي. طبعا لم أريد قص هذه هذا الجزء من الفيديو، يعني حتى تكون التجربة حية لنرى هل سيعمل أم لا، وإذا لم يعمل سنرى التعديلات التي سنقوم بها بشكل عادي جدا. إذا هذه هي البوردة كما تلاحظون. إذا أردنا يعني بعجالة المرور على المسارات، لا أظن أن هناك متابع لقناة إلكتروسوفيان مازال لديه مشكل في تتبع المسارات، لكن لا مشكل في ذلك، سنعيد ونتتبعها بسرعة بعجالة. هذا هو المكتف الصغير، بمعنى أن هذا هو الـ VCC. لاحظ هذا هو المكتف الصغير، إذا هذا هو الـ VCC، هذا مرتبط مع الفيدباك كما تلاحظون، بمعنى يظهر جليا من الارتباط أنه فيدباك. هنا لاحظ معي عبر مقاومة تقريبا 2 أوم مع الأرضي، وهنا الأرضي. إذا الأرضي لا نقاش فيه، الدران لا نقاش فيه، الفيدباك والفي سي سي لا نقاش فيهما. يتبقى لنا هذا المسار هنا المرتبط مع الأرضي عبر مقاومة صغيرة، هو يندرج ضمن، هو مرتبط مع الأرضي، يعني ركز، مع الأرضي ليس موجب، مع الأرضي يعني مع سالب المكتف، بمعنى لن يكون او بي، لن يكون فولتج ستار، لن يكون عديد الاشياء، يعني عديد الاشياء لن يكونها، هو فقط يمكنه تحسس الموجه او ارضي اضافي. يوجد ما يسمى بالارضي الاضافي في اي سي الباور. يعني باختصار هذا المسار يمكن الاستغناء عنه، هو فقط لتحسس الموجه. اذا كان الاي سي الذي ساركبه غير معني بموضوع تحسس الموجه فلا حاجه لذلك. وبهذا تكون لدينا فقط 4 مسارات، لدينا اي سي 4 مسارات، ولدينا في البوردة 4 مسارات. اذا سنقوم بتركيب الاي سي، وحذاري ان تقوموا بقلب الاطراف، يعني كل شيء يمكن ان يعني ان لا ناخذه بجدية تامة كان نركب اي سي مختلف موجه وما الى ذلك، لكن عند الاطراف لا تقلب الاطراف، لانه يمكن ان تضرب منك الديودات او يمكن ان تضرب منك مقاومات مثل هذه،
تضرب المقاومات ولا تكون على دراية برقمها وبالتالي تفقد جهد الـ VCC. لذلك القلب ممنوع جيد، والاسم الأيسي هو هذا 5L0380 ويوجد منه 5M ويوجد يعني 365. هذا الإيسي سيركب على هذه الشكلة، سأريكم الأطراف، يعني الداتاشيت الخاصة به بسيطة جدا، فقط ركز معي. هذا الإيسي الذي كان في البوردة، طبعا لن يتهمنا ترتيب الأطراف لأنه سهل، لكن هذا الإيسي الآخر فهو أيضا سهل، فقط نتتبع الأطراف. لاحظ معي هنا جي إن دي، هذا المسار جي إن دي، سأبعده قليلا هنا حتى يظهر لكم، يعني تظهر لكم الأطراف الأربعة بشكل واضح بهذه الشكلة، بهذه الشكل يظهر لكم واضح. جي إن دي دران، جي إن دي دران في سي سي فيدباك، طبعا هذا يمكنك أخذه من الداتاشيت، سهل جدا. في سي سي دران، في سي سي دران، أو جي إن دي دران، هنا جي إن دي دران في سي سي فيدباك، جي إن دي دران في سي سي فيدباك، جيد. وهنا لدينا جي إن دي في سي سي فيدباك ودران هنا. إذا سنقوم بتركيبه بهذه الشكلة، سنحاول أن نركبه بهذه الشكلة، سنقوم بتوسيع المسارات قليلا هنا حتى تأتي بالقياس المناسب، ويركب معنا بدون كسر أحد أطرافه. إذا سنبدأ بالجي إن دي، طبعا الجي إن دي هو المسار الأول في كلا الإيسيين، هو في المسار يأتي في المرتبة الأولى هذه الشكلة، يأتي بعد الـ VCC طرف الدران. طرف الدران سأقوم بلحمه بقليل من اللحام لأن طرف قصير. طبعا هذا الـ AC في التركيب النهائي لا يكون واقفا، فقط ملاحظة لمن سيقول أن الـ AC يبقى هكذا، الـ AC لا يبقى واقفا، بل الـ AC يكون يعني مستلقيا، يكون مستلقيا لهذه الجهة ويركب. الآن نحن نقوم بالجريب فقط، إذا ما عمل معنا بشكل جيد قد نقوم بإعادة يعني فكه وإعادة لحامه بشكل يعني يكون مستلقيا ولا يكون عائقا في الجسم، يعني جسم الباور سبلاي، جسم حيث ستنزل الباور سبلاي لا يكون عائقا إذا قمنا بتركيبه وهو مستلقي حتى لا يأخذ مساحة أكبر، بل أكثر من ذلك يمكننا تركيبه من الجهة الأخرى، الجهة التي كان فيها الإي سي الأول عادي جدا يمكن تركيبه من الجهة الأخرى بشكل سلس، لكن الآن نحن نركب من هذه الجهة عمدا، أقول عمدا لنتتبع المسار، عمدا لنتتبع المسار. سنبقى نظر على هذه التركيبة، طبعا طريقة اللحام هي بدائية جدا، لكن الهدف هو أن نجرب. لاحظ معي هذا هو اسم الـ AC، التركيب كما تلاحظون الطرف الثاني دران، طرف الـ VCC فيدباك، VCC فيدباك لاحظ، والـ GND في الطرف الأول. جيد، سنقوم الآن بتجربة هذه البوردة، سنقوم بتجربتها عبر ربطها بجهد كهربائي. بسم الله، الجي ان دي هنا والخمسة فولت هنا، لاحظ انه يعني اشتغل عادي جدا. ما الذي سنقوم به الان هو تغيير طريقة لحام الاي سي، سنقوم بوضعه بطريقة مائلة ونحاول ان نلحمه بطريقة احترافية حتى يعني لا يأخذ منا الوقت. وهذا هو الشكل النهائي يعني الإيسي وهو راكب، كما تلاحظون يعني عادي جدا، ليس يعني بارزا من البوردة. في الجهة السفلية والتي تهمنا دائما سنرى التعديلات التي قمنا بها، تعديل أبسط منه
لا يوجد، وهو أننا فقط استغنينا عن هذا الطرف، هو غالبا طرف سي تي أو سي اس، يعني هو فقط لتحسس تردد الأرضي، يعني هذا هو الأرضي تردد هنا، يعني أو أرضي ثانوي، وهو يعني كان يعمل يقوم بعمل معين في الاي سي القديم، الآن لا نحتاج إليه، قمنا بوصل الدران الجي ان دي الفي سي سي فيدباك فقط وانتهى. وكما ترون قمنا بالتجربة، وهذا هو يعني شكل الاي سي وهو راكب هكذا، يعني تصبح البوردة. وللإشارة يعني للإشارة فهذا الاي سي هو أقوى من الاي سي الآخر، يعني في حال كانت هناك بوردة يعني في ريسيفر أو شيء وتضرب منك اي سي هات الاس دي سواء 68 او 48، فيمكنك تركيب الخمسة ام او الخمسة ال، فهو يعني اقوى منها واصلب منها، وطريقة بسيطة لا تحتاج منك لا خبرة ولا اي شيء. اذا هذا كان كل ما لدينا في هذا الفيديو، دمتم في رعاية الله، لا تنسونا من صالح الدعاء. كان معكم سفيان بن عياد، والى اللقاء.